ما حكم الشرع في من يتعمد السخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية كمرضى التوحد ومرضى متلازمة داون؟ يا إخواني، السخرية بهؤلاء حرام، لا تجوز، وهي سبب من أسباب الابتلاء. بعض الناس الآن يضحك بهؤلاء المرضى فيبتلى في بيته بمثلهم، وقد عرف الناس هذا، الناس يعرفون، يعني من شمت بأخيه رآه في بيته، رأى المشموت به في بيته. ولهذا يحذر الناس بعضهم بعضا من الاعتداء على هؤلاء المرضى. بعض الناس الآن إذا رأى شاب ضعيف حقل أو فتاة ضعيف جلس ينكت عليه ويضحك عليه عند الناس ويخلي الناس يضحكونه، ويحاول أن يتعمد دائما أن يجعله مضحكه، وهذا لا يجوز، حرام. ومن ما عرف الناس أنه يبتلى، وأنتم تعرفون الأثر، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. نعم.